أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما قول بعض الناس السفهاء إنه لا تجب علينا طاعة ولاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة، فهذا خطأ، هذا غلط، هذا ليس من الشرع في شيء، بل هذا من مذهب الخوارج الذين يريدون من ولاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء. هذا لا يحصل، من زمان قد تغيرت الأمور. ويذكر أن أحد ملوك بني أمية وأظنه عبد الملك بن مروان جمع لما سمع أن الناس يتكلمون فيه وفي خلافته جمع أشراف الناس ووجهاءهم وتكلم فيه وقال لهم إنكم تريدون منا أن نكون مثل أبي بكر وعمر؟ قالوا نعم، أنت خليفة وهم خليفة. قال كونوا أنتم مثل رجال أبي بكر وعمر ونكون مثل أبي بكر وعمر. هذا جواب عظيم. فالناس إذا تغيروا لا بد أن يغير الله ولاتهم، كما تكونون يولى عليكم. أما أن تريدوا من أن يريد الناس من الولاة أن يكونوا مثل الخلفاء وهم أبعد ما يكون عن رجال الخلفاء، هذا غير صحيح. الله حكيم عز وجل. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وذكروا أن رجلا من الخوارج، من الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، جاء إلى علي فقال له يا علي ما بال الناس قد تغيروا عليك ولم يتغيروا على أبي بكر وعمر؟ قال لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورجالي أنت وأمثالك. كلام جيد، يعني أنت ما في خير فلذلك تغير الناس عليك، لكن في عهد أبي بكر وعمر رجالهم مثل علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وغيرهم من الصحابة والفضلاء فلم يتغيروا على ولاتهم. فالحاصل أنه يجب علينا أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا في كل شيء إلا في معصية الخالق، لأن معصية الخالق ليس لهم أن يأمروا الناس بها. فلما لم يكن لهم أن يأمروا الناس بها لم يكن للناس عليهم طاعة في معصية الله عز وجل. وكذلك أيضا يجب على الرعية أن ينصحوا لولي الأمر، لا يكذبوا عليه ولا يخدعوا ولا يغشوا. ومع الأسف أن الناس اليوم عندهم كذب وتحايل على أنظمة الدولة ورشاوى وغير ذلك مما لا تليق بالعاقل فضلا عن المسلم. إذا كانت الدول الكافرة تعاقب من يأخذ الرشوة ولو كان من أكبر الناس، فالذي يعاقب من يأخذ الرشوة هو الله عز وجل. نحن نؤمن بالله وبما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي فعقوبة الله أشد من عقوبة الآدميين، ومع ذلك نجد الرشوة مع الأسف موجودة في جميع قطاعات الدولة إلا أن يشاء الله. نجد الكذب والدجل من الناس على الحكومة عندما يأتي المزارع يدخل زرع غيره باسمه وهو كاذب، لكن من أجل مصلحة، من أجل أن يأكل بها. أحيانا تكون الدولة قد استلمت الحب ولم يبق إلا الدراهم عند الدولة، فيأتي إنسان ويبيعه على آخر، يبيع دراهم بدراهم مع التفاضل ومع تأخير القبض إلى غير ذلك من المعاصي التي يرتكبها الشعب. ثم يريدون من ولاتهم أن يكونوا مثل أبي بكر وعمر، هذا ليس بصحيح. ابن عثيمين رحمه الله.